هاي ان شاء الله تكونوا مناح وعم تشوفوا هذا الفيديو. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تضغطوا على زر لايك سبسكرايب وكمان تعليق حلو مثلكم. فيلا نكمل الفيديو. هلا اجينا للصح. المهم هالفيديو رح يكون بس للمغاربة، فأسفة. بالنسبة هذا الفيديو فهو عن الأكل الكوري، رح أقدم لكم عدة صفحات في الانستغرام بتبيع الأكل الكوري وكمان أشياء ثانية، ولكن الصح هو الأكل الكوري. في الصفحة الأولى هي مختصة بس بالأكل الكوري اللي هي جيكي سناكس. فجيكي سناكس هي صفحة مغربية بمدينة أكادير، فبتقدم التوصيل لجميع المدن المغربية، وكمان عندها أكل كوري كتير كتير حلو وبأثمنة جد مناسبة، وكمان يمكن متوفر عندها الدفع عند الاستلام، يعني حتى تستلم الطلبية تبعك وبتدفع الثمن، فهالشي كتير حلو. بالنسبة للأشياء الثانية يعني الصفحات الثانية فهي كمان هاي الصفحة، وهي كمان متخصصة بالأكل الكوري أكثر شيء، وكمان هي يمكن عندها دفع عند الاستلام، ما متأكدة بس يمكن. وهي الصفحة كمان بتميز بسعر أرخص من الباجات الثانية، فيا لأنها هي بتجيب ستوكات كبيرة جدا، مش بحسب الطلب. فلما تجيب ستوك كبير جدا من الأكل الكوري بيكون الثمن أقل، بس إذا بتجيب بس شوي شوي بيكون الثمن أغلى. فيا وكمان ثمن التوصيل للأكل الكوري غالي جدا. فهذا كل شيء. بالنسبة للصفحة الثانية فهي هاي الباتش متخصصة كمان بالألبومات وكمان الأشياء الكوبوبية وكمان الأكل الكوري، وفي كمان الدفع عند الاستلام. فيا هاي الباتش المهم الباتش الثانية، وهي هي كمان بتجيب الأكل الكوري بس مو دائما، يعني بس يعني يمكن فترات موسمية أو ما بعرف، وحاليا هلا هي راح تجيب الأكل الكوري. فيلي بدو يعني، وهي بتجيب بس حسب الطلب، والتوصيل مش عند ما عندها دفع عند الاستلام، عندها يعني قبل الاستلام، والتوصيل كمان لكل المدن المغربية مقابل 50 درهم مغربي. فيا شيء كتير حلو. وبالنسبة بالنسبة للناس اللي بدهم يعني يطلبوا أكل كوري فيروحوا محد، هي يعني لساتها بتقبل طلبات قبل ما تدفع، لأنه الأكل الكوري بيتأخر شوي مدة شهر تقريبا، من 20 يوم إلى شهر حتى يوصل، وبعدين هي بتفرق الطلبات هيك وهيك، يعني الطلبات لكل يعني كل بنت شو اختارت، وبتبعت طلبات لكل مدن يعني مدن كثيرة، فشي بعملية بتستغرق وقت كتير. فيا روح لشيء الباتش الثانية واللي هي هاي. في كتير باجات ثانية بس راح خليكم مع هادول لأنهم هن أسعارهم حلوة وتعاملهم حلو ومشهورين. فيا هاي متخصصة كمان بالكل شيء، يعني الألبومات مو كتير بس البوكسات الكيبوبية يعني فوتوكارد أشياء هيك، والأكل الكوري وكمان المكياج الكوري. فيا اللي بده وكمان عندها الدفع عند الاستلام، ومتوفر عندها الأكل الكوري غالبا يعني دايما مش بس بفترات موسمية، وما بتنتظروا كتير حتى يوصل الأكل الكوري لأنه عندها بالبيت، فهالشي كتير حلو. فيا هاي هي البيج. ويا بالنسبة للبيج اللي أخذ اسمي عندها أنا للأكل الكوري ففي 2، واللي هي هاي وهاي وبس. في بيج ثانية رحتها لكم هون ذكرتها، لا جولدن شي ما بعرف. فيا هاي كمان متخصصة بالأكل الكوري. فيا هاي هي كل الباجات يلي متخصصة بالأكل الكوري في المغرب. كمان بالنسبة للناس اللي يعني بيبحثوا عن مكان يعني يروحوا يتقدوا فيه، يعني متجر مش إلكتروني أو باج في الانستغرام، يعني متجر هيك مثل دكان مثل يعني بحال حانوت بالمغربية، كنت مش كتقدم عنده ولا سوبر مارشي ولا شي حاجة بحال هكا. فكاين في كازا في درب عمر، كاين في كازا في درب عمر محل آسيوي فيه الراميان، فيه البوكي، فيه البيبيرو، يعني بحال داكشي كاين
تماك ويمكن اسعار كيما قلت لكم درب عمر كاين هذاك المحل ما عرفش بالضبط درب عمر ولكن راه معروف كاين واحد الفيديو عليه في اليوتيوب قلبوا ديروا محل يعني اسيوي بيع الاشياء الاسيويه في درب عمر هاي يجي يخرج لكم وصافي هذا مكان فيا اش باقي نقول صافي كنتمنى يعجبكم الفيديو ما تضغطوا على زر لايك سبسكرايب و يا كومونت الى عجبكم اقترحوا عليا فيديوهات شنو بغيتو ندير لكم وهذا مكان خليت لكم راحه سلامو.